لهم في يوم هذوب اليوم. المشاهد عزيزتي المشاهدة، نحن في دوار الكبابرة تبع في بلدية الشجاج دائرة سيدي الأكبر، وين عندنا لقاء على بغطة يعني على حفلة مع الشيخ أحمد مشروب. على كل حال أنا غادي ندقوا ونطلع إن شاء الله. نستسمح المشاهد الكريم يعني عدم الإناء. القناة بن عبد القادر. المشاهد عزيزتي المشاهدة، عمتم مساء وطابت أوقاتكم. كما هو معلوم الآن نحن في منزل أخونا سي أحمد مشروط، اللي احنا متواجدين في ضيافته، وين نتكلموا على المرحوم سي عبد الرحمن صلاي، وين قمنا ببعض الفيديوهات الذي سجلنا لهم للمرحوم، وهذا لحسن حظ هذه القناة، قناة بن عبد القادر وين كذلك تواصلنا مع احد يعني الاقرباء، وين سمعنا بمكالمة هاتفية وين وفاة المرحوم، وتنقلنا الى عين المكان الا وهو منزل المرحوم، وين قمنا بتصوير بعض العناصر من بينهم الاخ مشروط اللي هنا في المنزل تاعو الان، والاخ الشاب تيتو، وبعض الشيوخ اللي صورناهم. نعتذر عن اعزائنا المشاهدين الى اغلطنا في بعض رداءة الصور ورداءة الكلمات وبعض المواطنين. نستسمح الاخوه في هذا الفيديو لان كنا في غبينه وكنا مضرورين وتقلقنا على المرحوم اللي ما داش حقه من اعلام الوطني والجهوي. الان نتكلم على الاخ اللي رفيق الدرب عبد الرحمن صلاي الا وهو احمد مشروط. سي احمد السلام عليكم. سلام الله، مرحبا بك. لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بكم عندي في داري. بارك الله فيك. مرحبا باخوتي. نعم. انا فرحان بكم بزاف. الله يبارك فيك. وبالمناسبه نعاود نقولوا الله يرحم الشيخ عبد الرحمن. على كل حال الاسم تاعي نقدم روحي للناس. احمد مشروط، زايد في 57، لعبت كره القدم، حاليا راني مدرب اون باراليل. مدرب اي فريق؟ مولد الحجاج، سيدي علي، سيدي الخضر، هذو الثلاثه خدمت معهم. الله يبارك. على كل حال هذه وحده. ثانيا كاين ناس غالطه يقولوا المشيخه وحدها والرياضه وحدها، لا يتمشاو اون باراليل، ما طيحوش القيمه تاع كل حاجه. هذه زوج. الور بديت المشيخه سي غراس الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه بغير الرحمه اليوم. الله يرحمه. خاطر سي ان كوزان، ماشي ولد عمي في لونوم، مي ولد عم تاع كبرنا في رحبه. كنا في دوار عايشين، من مات باباه وقاع جا عند واحد العائله تاع خريف الحاج بالحضريه، رباه كان فقير عبد الرحمن، كان فقير بزاف، رباه كبر مع خوتي، خوتي يعرفوا خير مني بالصغر، كبر فقير، ولكن ما تقولنا عليه باللي ذكي، كان ذكي بزاف الشيخ عبد الرحمن. هذه الام نتاعك شيخ؟ الام تاعي تقول لنا تتكلم على الشيخ عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم. الله يبارك. قالت لنا في صغره كان ذكي، حتى نساء الجواريين واللي رباوه يعرفوه باللي ذكي، ويبغي يبغي يبغي الجزائر ما يشعف من باباه ولا هو وطني تاع بصح. انا كي كبرت معاه صرت وطني، ما يبغيش واحد يتوشي البلاد، ينظر بزاف على البلاد، حتى كرة القدم من الجزائر تربح تشوف في وجهه تسيبها منور، ونهار تخسر عنده نهار ولا يومين ما يهوتش من داره، يقعد في الدار ينظر. يعني هذا من سمات الروح الوطنية. هذه الروح الوطنية لاصقة فيها الله غالب. بون نهضروا عليه، ما قراش، ما راحش المدرسة. كاين واحد الإنسان الله يرحمه الله سموه شواق ديا حمو، كان قضى بالكشافة، هو دخلها للكشافة. الشيخ اسمح لي، الشيخ عبد الرحمن صلاي من اللي قمت بالفيديو الأول تكلم لي على هذا الإنسان شواق ديا حمو، مازال على قيد الحياة؟ لا مات الله يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليه. هو ربك تقريبا 60% من الشبيبة تاع الحجاج هذا شواق ديا حمو. شواق ديا حمو. من بينهم عبد الرحمن. هذا عبد الرحمن كي دخل للكشافة كان يعرف يغني، يدير الفكاهة، يدير كلش.
شدلو هذا حمو كان يقري في دوار السواحليه واحد 4 كيلومتر بعيد على الفلاج، يديه الصباح معاه في الموطو يقريه ويجيبه. هذا شوقليه، هذا شوقليه قراه عامين مانيش عارف الا كان مسجله ولا كان يقريها كيعلم به. انتوليكا عبد الرحمن تعلم يكتب، يعرف يكتب اللغه الفرنسويه، يكتب غايه حتى ولا خدام في ليكترا من بعد، ولا شيف دو بارك ولا خدام في ليكترا. هذه ونهضر لك من كان صغير باباه كان يبغيه بزاف. قبل باباه يروح يطلع للجبل قبل ما يقضبوه، باباه داه كيما اليوم داه مع المستغالين. باباه كي راه يشري تنيسات تاع اللي يهربوا بهم باه يقلعوا، داه معاه وشاله بالون صغير وجابه وجاو. راني نقول لك كان صغير عبد الرحمن يعتبر ابيه كصديق، صديق جابه معاه، بات شهر معاه، مقصر معاه، يلاهي فيه يلاهي فيه، حتى اللي عبد الرحمن رقد على ركبة تاع باباه، وباباه خرج في ديك الليله وحكموهم والتحق بالجيش. لا ما التحقش، راح مع الجماعه اللي كانوا بيطلعوا للجيش، اللي كانوا بيطلعوا حكموهم الجيش. حكموهم، دخل باباه 7 سنين للسجن حتى استقل لنا، عاود خرج وعاش هنا حتى اللي مات ان شاء الله الله يرحمه مسكين. بون نولوا عبد الرحمن، عبد الرحمن الكشافه زادته عاوناته، يعني تطور في الكشافه، واللي يقول قصائد فكاهيه قصائد وطنيه كما فتحنا ثورتنا باول نوفمبر، هذه هو قالها. كما فلسطين نبدا باسم الاله باسم الصلاح ونحرروا فلسطين المحتله، بيت القدس يذمي فيها كل صباح محمد بجماعته فيها صلى، كلمه الرحمن ترحم الانسان، كلمه بسم الله ايه مزونه، هذه اقتداء شابه تاع فلسطين هو قالها. تاع الفكاهه قال كل واحد تلقاه دوك يقول فيها ويقول تاع هي تاع عبد الرحمن. قال يا كرشيه منسوفه ماكي ديما مزعوفه، حشبتيني يا مكشوفه، معاد الناس براويه، من يجيب لنا حباد اللاع تكون حمرا حتى للقاع، انا وزير الدفاع وصبايا عسكريه، من يجيب لنا قرع رايب يبرئ له هو عايب، ربي يشفيه من المصايب ولا يحزن عليا، قلت لكم سكوت سكوت شهدوا لي بالي نموت، عقلي طاير مع الحوت راهي باينه بين عينيا. هذه يعطيها للاشبال الكشافه يقولوها. الشيخ اسمح لي، هذه القصيده تاع سي عبد الرحمن صلاح هذه رزقه، احنا حاضرين من كان يقول فيها. شفت هنايا بعد دائما الكشافه تردد هذا، هذه يغنوها لحد الان، بصح الناس سمعناهم يكذبوا يقولوا تاعنا، واحد يقول لا احنا كنا حاضرين من كان يطلع فيها في اللوكال تاع الكشافه في حجاج. الشيخ نجم نسقسيك، يعني سي عبد الرحمن صلاح هل هذا ما اتصلش بلوندا او اتصل؟ شوف عاونه الغالي، الغالي بوباكور تاع مستغالي اللي كان مغني اللي كان مع خالد وكاع، عاونه كان باغي يروح باهي يوصل لوندا ويجيب صوالحه ويجيب دراهمه وكاع، وما كتبتش مكتوب اللي كاتبها عالم الخفاره السناني، واللي ما مكتوبه ليا ما تجي ليا ما نزاد، هذه شعراء قالوها ما كتبتلوش مسكين، باهي يجيب دراهمه تعب. كان مغني كان يدير الافراح، افراح من الشيخ في بوسكي لوراني كامله غنى فيها، مع تسكرت يا التادلس وهران مستغاليم، كان يغني وهراني طبع وهراني ما تامنش راسك، ولو كان يغني لك صحراوي ما يغنيش حتى صحراوي، بصح لو كان يغني لك صحراوي ما تامنش تقول خليفي احمد راه معاك، سي تان دون ما عطيك. والشعر هذا شعر يا خويا سي الي ديتار، ما يكذبوش عليك، جدو كان شاعر، هذا جدو محب الحبيب، هذا جدو كانوا تيرت عندهم الحصاد يحصلوا بزاف، كان بك المنجل من كان لا ماشي لا يدوه شي يدوه يدير، هما يحصدوا هو يقول لهم في الشعر، باه نقول لك باللي يخرج في بلاصه جده موهبه الهيه، ويقول لهم طون صوت يقول لهم باهي يونسهم باهي يحمسهم ويقعدوا يخدموا. يعني الشيخ اسمح لي، يعني باش يعني ذاك التعب يهاو معاه مع الشعر تاعو يزود. عبد الرحمن عنده جده شاعر وعنده خالو عفيف شاعر، هذا خالو عفيف ثاني قال قصيده على 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 الثوره، قال قصيده شابه، كان عبد الرحمن ثاني كان يغنيها طون صوت في الحفلات. ايام بعد عبد الرحمن جاء، من جاء عبد الرحمن ولا الشعر تاعو لا اله الا الله محمد رسول الله. الشيخ المغاربه تقول قلت له خطره الشيخ قلنا قصيده رباعيه كما تاع النجار، ولا قال لي راني هنا وقال واحده كما تاع مصطفى ابراهيم، يقول كما مصطفى ابراهيم، الخالدي يقول كما الخالدي، كما تقول له يقول موهبه، الى ماهوش زعما هذا قرا في الجامعه وتعلم، هذا موهبه نقول لك ما قراش موهبه كراسه شوقي احمق، قرا دوك عامين سي بي ان سي بي دو ني بليس ني موان،
ترحموا ومن بعد الله يرحمه مسكين الله يرحمه من الزوج الله يرحم كاع اللي ماتوا مثلا قال هذيك سلامي للرجال للتاويل قالوا كلمة حق بها ما جحدوا بالحكمة يتصرفوا ميزان ثقيل بالعلم مسلحين ما يخشى وعدو قصايصهم بقى تجي لعيد الجيل ما يخشى من طاع نصيحة جدو يا بني التراب هذا ظهر طويل تبنيهم اليوم غدوة ينهدو والراجل بخصايله ينفع قبيل ربي ما خلقوش من أجل ولادو دنيا تتبدل نهار قبالو ليل سبحانه شعال بره العبادو تجار الكذب عمدو ونساو الويل والكذب منعول هو وشهودو الخاين في العز والكريم متهم بخيل والعبد الحر عاد حرضان يسيدو يا الله أتينا بصبر ابن الخليل والصبر معلوم صبره يفيدو كاش واحد يصبر كما ولد سيدنا إبراهيم قالوا له احنا نذبحك ونسقم روحه حتى ربي يسل الخروف وكذا بشوف باه مثل لك الصبر عبد الرحمن شوف وين راح الجد شكون دانا الرسول الله هدي تسلامي قالوا كلمة الحق يا الله أكبر هي القرآن هي الإسلام شوف وين يروح ويقول لك ربي ما خلقوش من أجل ولاده ربي ما خلقش غير على ولادك ربي خلقك با تخدم الدين با تخدم البلاد ها ربي وين خلقك عبد الرحمن عنده قصايد كلش فيهم كلش فيهم هذا قصيدة هذه روعة الشيخ نجمون نقولوا باللي هذا الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه موسوعة موسوعة يعني موسوعة متنقلة الشيخ نتكلموا على حياتك الفنية أنا حياتك الفنية ما كاش مشكل أنا نقول خويا حاجة والله ثم والله صح الله يرحمه إذا كان تبعك المشيخة سقراص عبد الرحمن عبد الرحمن أنا كنت صغير يقودني معاه يديني معاه كبير عليا هو نروح مع بارتو تطلع البوسكي تقول لهم الصوالح تاع عبد الرحمن يقولوا عند أحمد نمشي معاه منا كبرت نغير منه هو يغني كنت نغني أنا ثاني نغني هكا كانت عندي جيتار ومونظور ندير كيما هو وكاع بصح أنا اللي عشقتها عشقت التبراح التبراح موتيفاسيون بريمير سي با اون موتيفاسيون ما كنتش نبغي التبراح باه نربح دراهم سي تي موتيفاسيون بريمير كنت نبغي هكا نشوف مين يشوف بالشيخ يبرح تاعنا تاع الشيخ محمد بوزكي مين يشوفه يبرح نغير الشيخ أحمد برح على الشيوخة أنا برحت هو برحت على الشيخ محمد بوزكي برحت على جلالي عين تدلس برحت على الماماشي هادو الشيوخ الكبار تاع المخزني وقبلي وبلادي وكثرية اللي قلعت معاه عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن ما كنت صغير نبرح معاه حتى تاع تدلس أحمد خوصة خدمت معاه بزاف أحمد بوزكي الله يذكره خير ومن بعد مين طيحونا je ne sais pas derrière ça qu'est-ce qu'ils veulent مانيش عارف اش بغاو من طيحوا الفن البدوي الفن البدوي طيحوه كاين الفن البدوي يطيح حاجه هذا حاجه كبيره هذا تراث حاجه عظيمه طيحوه كاين رجال ماشي باغيين يطيح بصح كاين اللي طيحوه ولا الراي انا دوك مين كنت ولفت الدراهم الاولى ما كنتش نبغي الدراهم بصح من بعد وليت نبغي الدراهم وليت نخدم مع اصحاب الراي وعلاه تعلمت التبريح عبد الرحمن هو اللي علمني شيخ شيخنا الفاضل نستسمحك عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده دائما قناه بن عبد القادر عبد القادر نقولها ونعاود في الموعد تكلمنا مع الشيخ احمد يعني اعطانا نبذه تاريخيه مميزه علاش مميزه الشيخ عبد الرحمن عصر نتاعو شاعر يمكن نقولوا الاصل نتاعو شيخ شاعر باباه شاعر جدو شاعر يعني الأهلية منطقة شاعر حتى الشيخ أحمد شروط اللي حاضر احنا في ضيافته بارك الله في الضيافة كذلك تكلمنا كأنه الشيخ عبد الرحمن رأى أمامنا رحمة الله عليه يتكلم راني نشوفه الملامح نتاع الوجه الشيخ أحمد ملامح تاعو يعني ظهرة يعني بالمحبة للشيخ عبد الرحمن الشيخ نسمعوا قصيدة تاع الشيخ عبد الرحمن ما كاش مشكل كاينه ثاني وحده قالها شابه نقول لك مقطع منها شباب يقول في واحد القصيده يقول قلبي قلبي واش بك ديما في العذاب متهول المجروح ضرك ما يبرى غير تشري وتبيع ما داير الحساب ودرت الطرقان ما قرب جره ابني بالسم قوم على اللي يدير الباب ساكن عند الناس عوض اللي برا وصيتك ذا شعال قريتك الحلاب امشي في الضو راك تنجم الخضره
وانت نيه غير تكثر في الحب ميولوك صلاح ما يقضوا جبره الحبيبه بلا نيف ذاك لا كذاب خدرته بالفم نص ويهضر هذه قصيده نبغيها بارك الله فيك مانيش بيان بيان وما كنت نكملها لك بارك الله عزيزي المشاهد لازم انسان كيشاهد بعض الشيوخ اللي مارسوا الفن الحي والفن الاصيل انا من كلمة كان بأتم معنى الكلمة امثال هذا الشيوخ امثال الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه اللي نجمو نقولوا راح هباء منثورا يعني حتى الهيئة الفنية المشرفة على الأغنية البدوية والشعر الملحون ما تعطوش حقه يعني وين الشيخ أحمد مشروط تكلمنا وقال لك نجم نقول بالعامية نستسمح عزيزي المشاهد بالعامية تحماو الأغنية البدوية يعني بعض الأفراد الله يسامحهم وين يعني غلبوا الأغنية الراياوية على الأغنية الأصيلة البدوية حنا ماناش يعني ضد الراي ولكن حاشا يعني له جمهوره وله يعني كاين بعض المواطنين اللي يذوقوا الراي أننا نطلبوا تحسين الكلمات فقط احتراما لكل مغنيين الراي نحترمهم الشيخ أحمد تشاطرني الراي يعني معك كلمات يعني نطلبوا من تحسين الكلمات عزيزي المشاهد احنا في ضيافة أخ أحمد مشروط اللي هو مدرب رياضي درب عدة أندية درب عدة أندية اللي لهم ميزة خاصة هذا الأندية أمثال كان يذكرهم سالف الذكر وكذلك عنده عدة قصائد وعاش مع المرحوم الآن الشيخ أحمد يتكلم لنا وحنا في زمان الكورونا شتا يقول المواطن الكريم الشيخ أحمد تفضل على كل حال احنا في هذا الزمن هذا تاع الكورونا الله يبعدها علينا إن شاء الله. الله يبعدها للأمة الإسلامية يا ربي هذا الشيء اللي نطلبوه حاجة الأولى يا ناس اتقوا ربي اتقوا ربي هذا مرض صعيب هذا مرض صعيب ومركش دين وبعين الاعتبار علاه الناس ماهيش خايفة مانيش عارف مشاكم مأمنين ها عبد الرحمن يامس كان معايا واليوم الله يرحمه ها مجاري يامس كان معانا اليوم الله يرحمه الناس راه يموت كل يوم رانا ندفنوا زوج ثلاثة ما تصمتوش الكذب هذيك لا ديفورماسيون ديفورماسيون ما كاش منها قال اودي منا ومنا ما كاش سي كورونا فيروس الناس راهي تموت والله غي يتعذبوا والله تشوفه من يكون مريض الله لا يشوفك هذا عبد الرحمن كان كالسلطان النور على وجهه راكم شفتوه تصاوروا في لا فيديو شفتوه والله شفتوه من مرضتي ولادي والله ما تامنوا الله يرحمه يا ناس خافوا ربي يا جزائريين يا ناس المدينه يا ناس القرى ماذا بكم ماذا يا ناس الريف اتهموا باللي هذه مرض صعيب لو كان صابوا له دواه لو كان نبرينا حافظوا على واحكم ديروا هذه الكمامه ما تقولوش ماشي مليحه ديروها الا ما عندكش دير عمام على 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 وجهك دير نيمبورت كوا ليسونسيال درك على روحك وحافظ علينا وعلى روحك بارك الله هذه اللي نجم نقولها لك ان عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده نشكر جزيل الشكر على الضيافه تاع الشيخ احمد مشروط وين غادي نعدكم بلقاء اخر ان شاء الله او لقاءين وكذلك نتمنى بان عزيز المشاهد كذلك من الشبيبة نتاعنا يسمعوا الكلام هذا انسان رياضي انسان فنان وانسان شاعر انسان حافظ الاشعار الوطنيه حافظ الاشعار الدينيه وين اعطانا كلمه قيمه على الوباء الكورونا كوفيد 19 كلمه اخيره الشيخ واحد الخطره هذه عبد القمه يقولها لك واحد الخطره كنا بين خدمه عرس مع الشيخ محمد بوسكي واه الله يرحمه قلت له عبد الرحمن قلت له هذا بوسكي ما تقول عليهم والو الشيخ محمد ما تقول عليه والو اعطيني ربع بيوت ولا خمسه باين نقولهم الليله قال لي وديك تحفظهم قلت له نطيق قال لي الليله ما تقولش قال لي العرس تاع دو جور ابري قال لي قول فيه قال لي نفرح ببطاله اللي لقانا سير بلاص سير بلاص ذوك الخير خيرهم شايع غاشي حجاج بين شنانه وسيرة الجدود ما كاش البدع وشيوختنا فايزين بدعانا
وداوت الخير تعاون الطيع الشيخ محمد ما تصدها غبينا الطاهر والمنور والجماعة وجميع من يسمع هذه قالها لي سير بلاس واقفين كتبتها في 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 كاغد هكذا بستيلو وتعبت معها وحفظتها وفي ذيك الليلة سيد بقى نقولها ما قلتهاش بصال العسل الجاي قلتها بارك الله والناس فرحوا بها بارك راني نقول لك واحد الراجل من قرايني كيعرف يعني الشيخ انا باش قلت هرم ضاع لنا هرم ما غلطش ضيعنا حاجه كبيره واحد الراجل يعرف فيه هدر قال لولده ولده مات صاب ولده يبكي قال له يا ولدي لو كان جات ذراع يوري لك باباك سهوله لو كان جات تعنيف نوريك باباك سهوله لو كان جات دراهم نبيع رزقي ونوريك باباك سهوله بصح داه ربي ما عندنا ما نديرو عبد الرحمن ما عنده ما نديرو الحاجه اللي نطلبوها له الله يرحمه الله يرحمه الله يوسع عليه يا ربي الله يرحمه الله يوسع عليه هذه اللي نطلبوا نقولوها له عاوننا وعاون الفقراء وعاون شوف بوسكي نضروا 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 بوسكي نضروا بزاف حتى الناس اللي من هاكم ما يعيطونا كل يوم نضروا بزاف الله يرحمه وانتم تاني الله يكفر خيركم والله يحمر وجوهكم والله يكبر لكم هذا الخبز الله يكبرها قناه بن عبد القادر شوف والله ما كنت نعرفها والله الكذب حرام اول مره شفتها من مات عبد الرحمن ولا لا لا ليله قبل ما يموت عبد الرحمن شتك داير معاه انت في 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 بيزات ولا خلعت قلت ان هذا جورنالست بروفيسيونيل كان تنت لك تهضر معاه حتى هو كان ديكونتراكتي قلت لك كاين ملاحظه واحده كان واحد الجاني مراقب يروح يولي خسر لكم ولكن دي فيغيرون ملاحظين مانيتيك الشيء اللي شتو فرحت بكم بزاف فرحت خدمه خدمتوها من بعد الغدوه مات تعبت وطيح ونوض منا ماشي تصدق جاي قلت هذا هو الرجل اللي شتو انا بارك الله فيك انا هذا الشيء اللي نقول لك عليه هذيك هي خطره الاولى وين شتكم والله العظيم غيركم تخدموا خدمه ما شاء الله في سبيل الله الشيخ والله الا ربي ما نخلصوا ما يخلصونا ربي يخلصكم اللي كاتبها عالم الخفاء اللي كاتبها عالم الخفاء راها تسناني واللي ما مكتوبه ليا ما تجي ليا ما تنزال تدي غير شي يعطيك ربي ما بقاش وكاين واحد اخر يقول لك المكتوبات نالها ما تشغل بال ويحل المروي لا يخونه رجاله وكاين واحد اخر يقول لك كتبت لحقها ما بها زر رزق صح صحه وسعاده ما وشبال كي راك شباب محمر شي الاخر سي سي عزيزي المشاهد والله قادرين نجمعوا مع الشيخ احمد ربع ايام ما تكملش الحكايه سيدتي اوانسي سادتي والله ما نقولش الوداع يعني باش نفرقوا الشيخ احمد وحنا في المنزل تاعو جاتني شويه صعيبه توشك هذه الحصه على النهايه دمتم في رعايه الله وحفظه ونعدكم ان شاء الله بحصص الشيخ احمد مع الاصدقاء والاهل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا صبح الزهرة تجل خوداتا يا فاطمة واللي يبغوني سبها الظهرة تج الخوذات يا فاطمة واللي